عن ده بشكل اكثر تفصيلا في الفقره، لكن خلونا نروح لريو دي جانيرو ونستقبل مع حضراتكم الكاتب الصحفي الاستاذ احمد حمدي محرر شؤون رئاسه الجمهوريه باخبار اليوم. استاذ احمد اهلا بيك منورنا. مساء الفل عليك يا استاذ حسام، وتحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وهروح مع حضرتك طبعا لانه قمه العشرين بتيجي في ظروف استثنائيه عالميه واوضاع طبعا جيوسياسيه مرتبكه للغايه، وده اهميه وجود الدور المصري اللي الحقيقه كان واضح من خلال لقاء الرئيس بعدد كبير جدا من قاده وزعماء العالم والمنظمات الدوليه. لو تدينا فكره ايضا عن ابرز هذه اللقاءات، وايه اللي لسه ما زال على ايضا جدول اعمال السيد الرئيس خلال مشاركته. زي ما حضرتك ذكرت يا استاذ حسام، قمه العشرين في نسختها الحاليه في البرازيل معنيه بمناقشه العديد من الملفات العالميه في جوانب اقتصاديه وجيوسياسيه، والاقتصاد اكيد لغته بتتحدث بشكل كبير خلال هذه القمه، ومن ثم ده بيبرر اطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر واعلنت مصر الانضمام لهذه التحالف. لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت على هامش المشاركه، لقاء زي ما حضرتك اشرت مع ولي عهد ابو ظبي، ولقاءه ايضا مع رئيسه تنزانيا. اللقاء مع رئيسه تنزانيا تناول بحث سبل العلاقات بين مصر وبين تنزانيا ودعم مصر بشكل كبير في البنيه التحتيه اللي موجوده في تنزانيا. منذ اقل من ساعه كان في لقاءين، لقاء مع رئيس وزراء سنغافوره واتكلم فيه مع الرئيس السيسي عن المنح الدراسيه اللي بيقدمها الازهر الشريف، ووجه الشكر لرئيس السيسي على دعم مصر في هذه المنح. لقاء اخر فريقي كان مع الرئيس النيجيري، وتطرق الكلام عن الامن والاستقرار في القاره الافريقيه. لكن كان الجزء الابرز في نشاط السيد الرئيس والكلمه اللي القاها بالامس في مشاركه القمه، الرئيس تحدث بشكل كبير جدا جدا عن ما يمثل الاقليم الشرق الاوسط اللي هو بيعاني من اضطراب شديد في الفتره الحاليه. الرئيس اكد امام هذا المحفل الدولي الكبير الذي يشهد حضور خبار قاده العالم، الرئيس اكد على ضروره الوقف الفوري للمأساة الإنسانية سواء في فلسطين أو في لبنان. نقطة مهمة اتكلم فيها الرئيس، لأنك أنت النهارده وفيها رسالة للدول الكبرى أن لن تكون هناك تنمية مستدامة أو تنمية في مثل هذه الدولة لو ما فيش تحقيق توازن ليها مع الدول النامية. أيوه. يعني الرئيس كان حريص من خلال تواجده في القمة لدعم كل ما يتعلق أيضا بالقضية الفلسطينية منذ أول لقاء لي الحقيقة مع لولا دي سيلفا. لو ممكن أيضا تقولنا بعض من جهود السيد الرئيس في هذه الجزئية. الجزئية القضية الفلسطينية حاضرة دائما في الداخل وفي الخارج المصري، وفي أي مؤتمر أو أي منتدى أو أي لقاء أو أي محفل أو أي حتى اتصال تليفوني بين الرئيس السيسي وأي قائد من القادة في العالم، بتكون القضية الفلسطينية والمجهودات والعناوين العريضة التي لا تقبل بها مصر في الاتصال فيما يتعلق بتأجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. الرئيس في معظم اللقاءات اللي أنا ذكرتها لحضرتك من شوية كانت القضية الفلسطينية حاضرة والدور المصري حاضر والخطوط الحمراء للدولة المصرية فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير للفلسطينيين حاضر في محادثات الرئيس. وبالتالي حتى في لقائه اللي سبق انعقاد القمة، الرئيس زي ما حضرتك عارف التقى بسيلفيا الرئيس البرازيلي قبل البدء في القمة، وكان جزء كبير جدا 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 من المباحثات التي تمت بين الزعيمين متعلق فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. والرئيس البرازيلي أشاد بالدور المصري عبر الفترة الماضية فيما يتعلق من دعم الفلسطينيين، واتفقوا الاثنين على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، أن يكون هناك آلية لإنتاج ودخول المساعدات الإنسانية داخل الفلسطين. نعم. أنا بشكرك طبعاً، شكراً جزيلاً الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم.